بهدف تسليط الضوء على المشكلات الاجتماعية خاصة الشائكة منها ونبذ العادات والمفاهيم الدخيلة على المجتمع الكردستاني، أطلق مجموعة من النشطاء في السليمانية مشروعا اجتماعيا سيبحث في سلسلة لقاءات وبحضور شرائح مختلفة آليات مواجهة تلك المشكلات وتعزيز السلم المجتمعي. اليوم نطلق مشروع العقد الاجتماعي بحضور شرائح مختلفة من المجتمع الكردستاني، وسنواصل لقاءاتنا مع الجميع لإعادة الروحية الثقافية والفلكلورية إلى مجتمعنا ومواجهة العادات الدخيلة خاصة بين الشباب. وتنبع أهمية المشروع بحسب الحاضرين من كونه يأتي في وقت ازدادت فيه المشكلات الاجتماعية وباتت الحاجة ماسة لإيجاد حلول ناجعة لها بما يضمن تنمية المجتمع الكردستاني وفقا لمعايير سليمة. أهمية هذه اللقاءات تأتي من كونها تسلط الضوء على المشكلات الاجتماعية التي بدأت تزداد في الفترة الأخيرة داخل المجتمع الكردستاني ولأسباب مختلفة، قد يكون أهمها هو التطور التكنولوجي الذي سمح للثقافات الأخرى بالتداخل مع مجتمعنا. هذه اللقاءات ضرورية جدا في الوقت الحالي، نحن نلمس الآن مشاكل اجتماعية منافية للجو العام وعاداتنا وتقاليدنا ولم تستطع القوانين السائدة السيطرة عليها، لذلك هناك حاجة كبيرة إلى نشر الوعي داخل المجتمع الكردستاني وبحضور مختلف شرائح المجتمع. بتوانين همو بياوا كوملايات يكان دوري خوان ببين رزان لبجيري. وتتعدد المشكلات الاجتماعية من زيادة العنف الأسري وارتفاع حالات الطلاق وصولا إلى ابتعاد الجيل الحالي عن العادات والتقاليد السائدة وغيرها الكثير من المشكلات الأخرى. الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو نشر الوعي المجتمعي سيما في ضوء التطور التكنولوجي الحاصل على مستوى العالم والذي أثر بشكل كبير على المجتمع وخاصة فئة الشباب. لقناة زاكروس تي في، شيار محمد، السليمانية.